اليوم غادي نبدا غادي نعاود نكمل العمل ديالي اللي توقف باسباب صراحه كانت فيها بزاف الاسئله. نورمالمون حيت انا فاش بديت كولابوراسيون ديالي مع تيكنو بارك يعني كانت قالوا كاين الرخصه كاين كلشي في النهار الخامس، ربع ايام وانا خدام، النهار الخامس جات السلطات ديال المدينه كتوقف العمل وقالت لي انني نمسح داكشي اللي وصلت له. انا كنت بديت نرسم البورتري ديال ليلى العلوي الله يرحمها وفوالا، قلت لهم لا ما نقدرش نمسح ديك الشيء، راه ضربت فيه تماره مت فيه مجهودات. الوغ اضطروا حتى هما بيدهم هما طلعوا ومسحوا داك الشيء، صبغوه. الوغ صبغوا واحد يعني هذا واحد العمل فني، يعني هما عملوا الفاندال فوق العمل الفني ديالي. صافي من بعد قالوا لي اننا نصبروا شويه باش يتذكروا الامور ديالهم. الحمد لله اعيدت الترخيص ديال هذا العمل هذا بفضل السيد الوالي اللي تدخل شخصيا، وكنشكروا من هذا المنبر انه صراحه قال لي على اساس انه كيحضن بالعكس انه كيحضن هذه الاعمال الفنيه وهذه الاحداث بحال هذه الثقافيه. وصافي وهذيك غير التجربه الاولى، كطبعا في الشمال هذه التجارب بحال هيدا قليله بزاف. البورتري واحد من لي بروبوزيسيون اللي عطيتنا تيكنو بارك هي ليلى العلوي، وقلت لهمكم كوا سيتون سيمبول ديال المراه اللي كتجتهد وتخطات بزاف ديال المجهود ديال الصعاب باش تلتقط صور. وانا متبع الاعمال ديالها من شحال هذه الله يرحمها، وانا تعرضت لواحد بالصدفه مسكينه جات في واحد مطعم وديك المطعم تعرض لاعمال ارهابيه تفجيرات او بالسلاح. الوغ كتستاهل صراحه لوماج، كتستاهل التقدير، ونعاود نحيو القيمه ديالها ونبينوا ان المراه المغربيه راهي قويه وتخطى الصعاب وتهي جزء من المجتمع. صراحه المهم في الاول فاش بديت سيدا لاحظت واحد الخطوط عشوائيه شويه، بدا كيقولوا الناس راه كنخربق ولا شي حاجه، ولكن مع العلم ان هذيك التقنيه هذيك عاد غادي نخدم فوق منها. مني بداو يشوفوا البورتري كيتخدم تعجبوا بزاف وشكروني. فجاه ملي وقع هذا الحدث عاودوا تفاعلوا معايا بزاف في وسائل التواصل الاجتماعي. صراحه كاين بعد ردود افعال كانت تقدر تكون ماشي صحيحه خاطئه، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي حريه كل واحد كيعبر كيف ما بغى. ولقيت صراحه السوتيان بزاف من الناس اللي قرامين ليا واللي بعادين واللي عاد تعرفت عليهم بهذه الطريقه هذه بهذه الحاله اللي وصلنا لها. وتلقيت حتى اتصال من العائله ديال السيده ليلى العلوي الله يرحمها، وصراحه يعني صبروني حيت كنت في واحد السيتياسيون خايبه شويش. بالنسبه لهذه الجداريه هي غير اول عمل من الكوليكسيون ديالي، يعني باقي ان شاء الله جداريه مجين وباقي معارض تشكيليه ولوحات. يعني انا كنشتغل ماشي غير في الجداريات، كنشتغل حتى في موناتوليي، وكنعمل بزاف الاشياء، وكنعمل حتى ورشات مع الدراري الصغار اللي هما ان شاء الله شباب ديال فناني المستقبل ان شاء الله. فوالا ما نقدرش نقول لك شنو وقع بالضبط ياك، حيتاش كل واحد عنده سون بروبر بوين دو فيو، فهمتي؟ يعني الا كنت انا واحد السيد دايز يعني ما عندي حتى داخله كنشوف داكشي، فعتجيني واحد الحاجه اللي هي زعما ماشي لوجيك. ولكن الا وقفنا وحاولنا ان احنا نتناقشوا ونسولوا الناس اللي علاش مسحوا هذا الشيء وبغينا نعرفوا علاش، فنقدروا نجبروا عندهم واحد السبب مقنع علاش انهم مسحوها، فهمتي الفكره ديالي؟ فكيبقى المبدا ان الحاجه خصنا نشوفوها من جميع الجوانب باش ان احنا نعرفوا بالصح علاش تعملت هذه القضيه. يعني ماشي غير من الجانب ديالنا مثلا، غير من الجانب ديال الارتيست ولا من الجانب ديال هذا.